بلشين؟ راح نسوي البايت الانتيريور شوية باختلاف، فراح نسوي له هاي الشيت الباقي عندنا شوية سوفتنين. إنه ما راح يصير بايت كامل بالانتيريور، راح يكون على شكل قوس حتى نخلي مجال للور يسوي عندنا اطباق. تشوفون أنا أسوي على شكل قوس ماما مو عدل، تذكروا الانكلينيشن اللي يبي لي زين. ضبط عندي الارتفاع، عندي هسه بي نقص لازم أضيف له. شلون؟ لا لا احنا هسه انكلينيشن اوكي مضبوط عندنا، بس عندنا الارتفاع مالته قليل. الارتفاع يكون ويا الكاسبات مال الكناين. بس اريد اضبط الارتفاع حتى اثبته. كارتفاع اوكي هسه يبقى نثبته ونرتبه. هاي جماعة الثانية البارحة ان شاء الله ماونتينج. سدى اثبته ماما، بعدين راح اخذ من عنده من جهه اللينجوال راح اخذ من عنده حتى اخلي مجال للاسنان اللور انتيرير تصير الابر فوقها تغطيها. دكتوره بس لازم نبقى نحافظ على الانكلينيشن. اي بعدين نحدد الميدلاين، اخر شيء نحدد الميدلاين ورا ما نضبط شغلنا. هسه شنو اللي قلت لكم عليه؟ هذا هنا عندي زايد راح يعيق الاطباق مال اللور، ايش اسوي؟ هذا اوخره. هذا هنا خلي مجال للانتيريور لور شلون؟ راح تجي بطخ اذا حطينا زايد. شلون؟ بحط طخ بالوكس اذا حطينا زايد. ليش قلت لكم اريد اسوي لكم اياه؟ شوفوا شلون سويته؟ يعني ثكنس مالته كلش قليل ودفعته انكلينيشن حتى شنو؟ حتى اخلي الاطباق مال اللور. هسه ما يصير اطباق اذا اني ما مسويه هاي الشغله. تمام؟ زين شفتوا
شلون صار جوا؟ زين لو كان الواكس هذا بعد عندي شوي اثر لازم اخذ من عنده، لو كان مسويته طبقه واحده كان ما دخل، لا كان ما دخل، ما يصير عندك ما يصير عندكم اطباق تمام؟ بس وين هنا علم؟ يعني هاي المكانات هاي بالاطباق طلاب تسووها، هاي المكانات تاخذون من عندها، هاي عاليه وين ما يترك علامه يعني تاخذون من عندها، هنا انا عندي علم اوكي هماتي انا اسوي لها يا ما اسوي لها كارفينج باللاكرون يا ما اموعه بالوكس نايف، يا اللي تسيطرون عليه اشتغلوا تمام؟ ليش قلت لكم بوقت حتحتاجون اللواك حتى نسوي الاطباق هاي. شو هسه عندي هنا والسيريا شلون اطباقه والكناين. فهاي الفكره من البايت الانتيريور. بس هاي الشغله اللي تنبهكم عليها. سوي على شكل قوس، هاي بعد يراد له شويه كارفينج حتى يدخل ياخذ راحته بالاطباق. تمام ماما؟ يلا.